مش هيدخلونا البطولة جدا. مش هنخشها. الحق 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 ننزل. هيوقفوا الزمالك، الزمالك كده هيتوقف. هيتوقف اصلا الدوري كله، النعناع كده فاصل كلها هتتوقف. ايوه يا ابني ايه في ايه؟ انا مش سامع حاجه دلوقتي. سلام سلام. يلا يا جدعان. لا 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 استنى يا عم، الحاجات دي مش هتيجي في التلفزيون. والزمالك هيقول فوق. لا لا مايكل انا استنى. يا جماعة يلا نمشي. يلا يا جماعة نمشي. ايه روشيما خلاص جبت كل حاجة. بس الحاجة دي مش هتيجي في التلفزيون. وبعدين ده من الآخر شكله كده آخر ماتش للزمالك في كأس أفريقيا تاني. خلاص. الماتش في الكورة المصرية يا أهل إسماعيل مش كورة مصر. يا عم ده نزلوا ضربوا العيال بتاع الأفريقيا. طب بتضربهم ليه يا عم؟ بتضربهم ليه؟ خلي بتوع الجزائر يبقى ليهم عبرة. نادي الميتناكة. عرفت بقى يا شيخ؟ عرفت أنا بقول لك نفسي بص إزاي عليهم؟ صح كده والله. ده منظر ملعب، ده منظر ملعب. همج والله يا ابني. احنا ما تنفعش معانا غير الحكومه. بص بيتكسر في الاعلانات. طب يا ابني الحاجات دي ما دي بتاعتنا احنا، هي بتاعتهم. احنا مش هنلعب في البطوله دي ولا اربع خمس سنين تاني. احنا هنتوقف كده خلاص. ده انت كنت بص يعني الماتش لو شغال كان زمانك جبت جون وخلصت. ده هيجيبوهم واحد واحد. واحد واحد مين يا عم؟ ده بس الحكومه واقفه خايفه على نفسها اصلا. الله يرحمك يا ريس. كان حد يقدر يعمل كده؟ ترجمة
الناس بتجري ليه؟ يلا علشان فعلا احنا مش هنعرف نروح. اي حد هيبقى خارج من الاستاد هياخدوه. مين اللي هياخدوه؟ مين؟ يلا يا عم يلا يلا. فين الكيش؟ يا رامز يا فقري يخرب بيتك اخر ماتش حضره معاك بطشه تاني ده هناك في اتنين نزلوا الاستاد عملنا حوار امال ده كله ايه بقى الدستور اللي احنا كنا مش ما ليه حق يا عم حسني مبارك امشي طب انا عايز اخد حته بتاع دي الوم تعملها عشان المطره لا ومفيش حكومه يعني بص يعني مفيش حكومه الناس دي مش هتمشي الناس دي قعدت خلاص خد الاستاد خلاص اصل مين هيخرجني يلا يا رجاله يلا ان شاء الله خلص الشعب الزملكاوي قال كلمته الشعب يريد تكسير الاستاد الشعب الزملكاوي